عرفة وحدة السيد ناصر الحاسي، أهلا بك رئيس عرفة ناصر، ولنتحدث عن آخر المستجدات في مدينة سرت من حولك. نعم، مرحبتين بك أخوي محمد، ومرحبا بكل المتابعين قناة ليبيا الحدث. نحن طبعا إدارة التوجيه المعنوي بتعليمات من سيدي القائد العام لإدارة التوجيه المعنوي بتحرك المفارز من إدارة التوجيه المعنوي للتواصل مع المقاتلين والخطوط الأمامية لرفع روح المعنوية لإظهار دور القوات المسلحة بالضبطية العسكرية والالتزام بالقوانين وقرارات سيدي القائد العام من القيادة العامة بعدم نشر المواقع للعسكريين والتحركات العسكرية. نعم. وكان دور إدارة التوجيه المعنوي بتكليفنا من سيدي العميد خالد المحجوب بأن نتوجه لإجراء الندوات الزيارات الميدانية للمقاتلين للقادة داخل المحاور لرفع معنوياتهم لاستبيان العمل الرائع اللي بيقوموا به هؤلاء الرجال. مدينة سرت اليوم خويا، مدينة سرت اليوم في أمن وأمان وفي استقرار، بعيدا عن كل الإشاعات، بعيدا عن كل الأقاويل. سرت هي الحياة، الصمود الأمامي، سرت بمحلاتها، بناسها، بكل ما فيها دبت الحياة في مدينة سرت، خاصة بعد وجود القوات المسلحة في الخطوط الأمامية ومن خلفهم كل وزارة الداخلية برجال الأمن بالعمل المتكامل في تفعيل دور المؤسسات في مدينة سرت. الحياة الطبيعية، نحن نتجول كل يوم خويا في داخل مدينة سرت، نتحرك داخل مدينة سرت، الحياة رائعة جدا، الناس موجودة في بيوتها، الأسواق مفتوحة، الحياة مستمرة، الدور الأمني متكامل داخل مدينة سرت لأداء واجباتهم وأداء دورهم الأمني. أما دور إدارة التوجيه المعنوي داخل مدينة سرت هو بتكليف من سيدي العميد خالد المحجوب مدير الإدارة وبإعاز من القيادة العامة بالتوجه للخطوط الأمامية لزيارة المقاتلين ورفع معنوياتهم. طيب رئيس عرفة ناصر الحاسي، سؤال آخر يتراود اليوم ما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنقطة التي ذكرتها أنت في بداية حديثك أو في مستهل حديثك عن تجديد التعليمات على عدم نشر المواقع. طيب هل إدارة التوجيه المعنوي تتابع ذلك في حال ما إذا أنت تعلم بأن هناك من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك عسكريين وهناك مدنيين، هل هناك إجراءات ضبطية ستتخذ ضد من يقوم بكذا أفعال أو نشر إحداثيات ومواقع على الإنترنت؟ نعم، باشرت إدارة التوجيه المعنوي بمديرها بأن تتوجه بالخطاب إلى كل الوحدات العسكرية بإصدار التعليمات لأمراء الوحدات العسكرية بتنويه المقاتلين وتنويه العسكريين بعدم نشر تحرك القوات المسلحة، عدم نشر الأرتال، عدم نشر تحرك الجيش من وإلى. فكان لهذا كان نحن وجودنا داخل مدينة سرت. نعم، سألتك مثل هذه الأشياء. سألتك يعني هذا السؤال اليوم لأن اليوم كان هناك بعض المعلومات المغلوطة عن قصف لسرت وما إلى ذلك، ولكن يعني انتهزت الفرصة وسأسألك مرة ثانية بشكل أوضح سيد الحاسي. هل هناك إجراءات ضبطية ستقوم القوات المسلحة بفعلها في حال يعني تم اختراق القانون من أي شخص من رواد أكيد. المواقع التواصل الاجتماعي ومن العسكريين لأن ليكتبوا رئيس عرفة ناصر من الاثنين، هناك عسكريين وهناك مدنيين، هل سيتم إيقاف وردع هؤلاء؟ أكيد 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 سيتم إيقاف هذا الاختراق لأنه يعتبر اختراق أمني داخل الأعمال التحركات العسكرية. فإدارة التوجيه المعنوي ستتوجه للبلاغ والتعميم بالكامل على كل هذه الإجراءات. وانت طبعا عارف خويا المواطنين في صفحات التواصل الاجتماعي اللي ربما بتتحرك من أمامهم بعض الآليات العسكرية بيقوموا بتصويرها بنشرها اللامبالاة في الحيطة والحظر في هذا العمل الكبير. ونوهت القيادة العامة ونوه الكثير حتى عن طريق الناطق الرسمي سيادة اللواء أحمد المصماري بأن يكون كل العمل
داخل هذه العملية العسكرية يكون في التزام وفي ضبط وربط عسكري. نحن كإدارة التوجيه المعنوي عملنا هو رفع المعنويات، التنويه على هذه الإجراءات الأمنية وعدم نقل ونشر الأخبار داخل المحاور وداخل التحركات العسكرية وأي إجراءات تقوم بها. هناك ناطق، هناك غرفة عمليات مسؤولة، هناك إجراءات خاصة بهذا الإجراء. نعم، شكرا لك رئيس رفا وحدة ناصر الحاسي من إدارة توجيه المعنوي، كنت معي مباشرة من سرت، شكرا جزيلا لك.